أثابكم الله. هذا سائل يقول: هل يشترط في الجرح الإجماع؟ هل يشترط في الجرح الإجماع؟ لعله يقصد الجرح والتعديل. هذا من شؤون الحفاظ، حفاظ الحديث، هذا من شؤون حفاظ الحديث، ليس من شرطه الإجماع، ليس من شرطه أن يجمع على أن هذا مجروح، بل المثبت مقدم على النافي، فاللي يزكي هذا نافي، واللي عنده جرح هذا مثبت ومقدم. نعم.